الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه النفحة من نفحات رمضان مع أعظم نفحات هذا الشهر، مع ليلة القدر. هذه الليلة المباركة خير ليالي الدهر، فيها خير ساعات العمر، ليلة مباركة، ليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. سميت هذه الليلة بليلة القدر لأن لها قدرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى، وسميت أيضا بليلة القدر لأن الله عز وجل يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، فيكتب الله عز وجل فيها الأحياء والأموات والسعداء والأشقياء والجدب والقحط وكل ما أراده الله في تلك السنة. وأيضا سميت بليلة القدر وبالليلة المباركة لأن الله عز وجل أنزل فيها أعظم كتاب على أعظم رسول على خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. هذه الليلة خص الله عز وجل بها هذه الأمة فضلا منه ورحمة، ذلك لأن أعمار هذه الأمة بالنسبة لغيرها من الأمم قصيرة، فمن الله عليهم بهذه الليلة المباركة حتى يلحقوا من سبقهم، ومن عليهم بهذه الليلة المباركة تكرما منه وفضلا منه. لذلك ينبغي على المؤمن أن يجتهد في هذه العشر حتى يدرك هذه الليلة المباركة، يدركها ويجتهد فيها. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر كلها، لكن أحرى الليالي فيها هي الليالي الوترية. جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان، تشاحن رجلان من المسلمين، فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فرفعت وعسى أن يكون خير، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فعلينا أن نجتهد في هذه العشر حتى ندرك هذه الليلة المباركة، وإدراكها إنما يكون بالقيام وبالذكر وبالدعاء. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حين قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمعنى أن من أدرك هذه الليلة وكان عمله موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مخلصا في عبادته غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى المسلم أن يستشعر فضل هذه الليلة وأن يحرص على اغتنامها وأن يكثر فيها من الدعاء حتى ينال هذه الأجور العظيمة. كما أن من بركة هذه الليلة أن الملائكة تعمر فيها الأرض، تتنزل فيها، يتوافد فيها أهل السماء على أهل الأرض، يتوافدون، يتنزل جبريل عليه السلام وتتنزل الملائكة
ليسلمون على القائمين الذاكرين ويؤمنون على دعاء المؤمنين، فمن أصابه سلام الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم إدراك هذه الليلة المباركة، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.